فيبقى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل. عشنا في شرع ربنا ولا مستنين حد يحكم لنا شرع ربنا؟ حكم شرع ربنا في بيتك، حكم شرع ربنا في زوجتك وبناتك، حكم شرع ربنا في نفسك. صدقني هتكون أسعد إنسان في الدنيا. إن لم يطبق الشرع في بلدك طبقه أنت في نفسك. عيش أنت على شرع ربنا، خاف ربنا، حل الحلال وحرم الحرام، واتقي ربنا واعمل بما في القرآن وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عيش على الكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. ما نفسكش تقابل النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم، اعمل بالكتاب والسنة. اوعى تبتدع، اوعى تألف في دين ربنا، اوعى تتبع طرق هنا ولا هنا، خليك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كتاب والسنة، امسك في دول في دول النبعين الصافيين، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. هي دي سلفية الأمة، سبحان الله، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. شوف دي، والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل، والدنيا كلها قليل، يبقى ازاي انا مرضاش بقليل من قليل الدنيا.